وائل اسم علم مذكر عربي قديم من الفعل وال أي لجأ والموئل الملجأ معناه اللائذ أو اللاجئ أو من الآيلة أي العشيرة أو الأهل الأدنون ووائل بن حمير من ملوك اليمن في الجاهلية وهذا المعنى مكتوب بشكل كامل في وصف هذا الفيديو ولتبحث عن اسمك اكتبه في التعليقات وسأضع لك الرابط إن شاء الله ، أو ابحث عنه في قوائم التشغيل حسب الحرف ، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات أو الجرس ، ليصلك تنبيه عند نشر أي تصميم جديد